السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتور أحمد سيدياء. لنتكلم لكم اليوم في محاضرتنا الثالثة عن الديريفاسيون في لي سي جي كاملين. موضوع قد يعود يحتاج قدر من التركيز وقدر من الانتباه، لأنه فيه قدر المعلومات المتشعبة، أو نحاول قدر الإمكان بإذن الله تعالى أن نعدلها سهلة ومبسطة. كما تعرفوا عندنا هذا الدوز ديريفاسيون ينقسم اساسا الى قسمين، اللي ينقالوا منهما هذا اللي ينقالوا لديريفاسيون بريكورديال اللي هما يبدؤون في 1 ل في 6 وهما يخرصوا الكير من البلان اوريزونتال، وذي ديريفاسيون فرونتال اللي هما يخرصوا الكير من البلان فيرتيكال. وفي الحقيقة نحن دائما نقولوا عندنا دوز ديريفاسيون، ونحن المريض حقيقة قاعد نديروا عليه لا تسعة، وطبعا عندنا هاو ديريفاسيون بريكورديال اللي هما ستة، يا غير هذو اللي فرونتال حقيقة هما قاعد لا ثلاثة هما اللي يدير على المريض، لأنه دي أ ودي دي ودي تروا هما لا حصيل لفرق الجهد بين أ في أر وأ في أف وأ في أر وأ في إل وأ في إل وأ في أف. وياك نضبط أماكنهم سهل جدا، لا نتخرص مثلا على سبيل المثال هذا اللي قالوا له ديريفاسيون بريكار ديريفاسيون فرونتال A V L L اللي هي left معناها على إنه غوش، يعود دائما مدير في غوش، و A V R اللي هي right اللي هو دروات، يعود مدير في شنقالوا دروات، و A V F F اللي هي foot معناها إنه يعود مدير في شنقالوا الرجل. هذا من التسمية قد تعرف موقع الديريفاسيون فرونتال اللي هم أكثر شيء تجبر الناس مشكلة فيهم وضبط مواقعهم. والقضية الوحيدة واللي لا يتخليك دائما تعود تعرف قاع موقعهم بكل سهولة هو أنك تعود تولي دائما تعدل لي سي جي. نتكلم عن الديريفاسيون بريكورديال. سابق نتكلم عنه لين شوي نتكلم عن بعض المصطلحات هون. احنا عادة ينين نقولوا كومبلكس كي ار اس هو ما معناها على لوند كاملة لا يعود فيها لتروازوند اللي هو الكومبلكس لا يعود فيها لتروازوند كاملين. اي ديفلكسيون نيجاتيف اول شيء والله بريمير ديفلكسيون نيجاتيف جاك ذاك ينقال له اوند كي، هذا هو الاصطلاح عليه. وديفلكسيون بوزيتيف هذا هو شيء ينقال له اوند ار، وديزيام ديفلكسيون نيجاتيف هذا هو اللي ينقال له اوند اس. هذا مبدئيا نصطلح عليه. نجول اللي ينقال له ديريفاسيون بريكورديال قلنا عنهم يبدؤون في 1 الين في 6. لاسبي اللي موجود فيه مهون دائما ما في اوند كي نهائيا، الطبيعي ان نعود ما في اوند كي نهائيا. هون ار S اللي هي انها ديفلكسيون بوزيتيف وهذه ديفلكسيون نيجاتيف. RS 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 كل ما مشيت من V1 ل V6 لا بروغريسيون د اوند R يزيد يزيد، انين تعود عند V5 و V6 تختفى عنك تماما اوند S وتعود عندك قاع لا S بي R. وهذا مهم جدا لانك لابد تعود تعرف كل شين قالوا ديريفاسيون شين هو لاسبي نورمال لكي ار اس. مثلا في ان يلا تعود تعرف عنك عندك اوند ار صغيره مقارنه مع اوند اس، يلا تعود تعرف عنك لين تلحق الفي في 3 ونوعا ما في 4 وطبعا ما هو موضح في هاي الصوره غير بعد في 3 يساوي لك الار والاس، ولين تعود في 6 تختفي حكما عنك في تختفي عنك لوند اس يعود عاد عندك لا اوند ار. ونكرر هون ما في اوند كي نهائيا، وذاك طبعا له تفسيرات وندور ان شاء الله تعالى نلحقوها. من الاخطاء اللي تخلق لانك تعطي الممرض والله شخص ما هو عارف اللي عاد شنو هو يقوماش يشك عن هذا الديريفاسيون بريكورديال عنه لا رقاجي ساروك ستايا ولا مهم الترتيب فيهم. طب اسم حاله لي تكتشف عنك فعلا ذا شخص عدل لك خطا انين عدل لي سجي، لكن لا تنتبه له لا بشين قالوا هذا لا بروغريسيون دي اوند ار كما قلنا عنها من في ان ا في سي، يلا تعود تزيد تدريجيا وتختفي اوند اس كما راكم شايفين هون. وهون الصبد انا باوند ار كبيره وانتقصت هون
واختفاتهم، معناه أن فعلا هون في خلل، والخلل اللي كان موجودون هو أن الشخص عاق بين V3 و V1، وهذا مهم جدا تعود تنتبه له. بالنسبة لهاوصل الدريفاسيون فرونتال و ES هون ناقصة، مهم جدا عنك يا الله تعود تعرف اللي ينقاله ايزنهوفن تريانجل اللي هو مثلث هذا ايزنهوفن، لأن هو المتركز عليه حكم هذا كامل اللي يتكلم عليه هذا كامل، ومعرفته مهمة جدا ودور تسهل عليك ياسر من القضايا، وبالتالي اللي تركز عليه وتفهمه لا يتعود ما بعد ذلك سهل جدا. كما قلنا عنه هذه left وهذا right وهذا foot اللي هون معناه موجود في ينقاله في الانفريير. يعني تخرص هون AVF ودي تروى ودي دي هذو كامل موجودين هاو ديريفاسيون انفيرير، لذلك هم اللي نخرصوا يعني نعود نشوي كان عندنا ايديا انفيرير والله نشوي سيس دي كلاش انفيرير نخلص في دي تروى و AVF ودي دي لانهم هم الموجودين في شنقالوا لبارتي انفيرير، و AVL ودي هذو ينقالهم ابيكولاترال، معناها انك يعود عندك سيس دكراج هون لا يعود عكس هون هالي ليماج مروار اللي تشوفه هون في ا في ال ودي ان، وده طبعا مزلنا نتكلم عنه ونعود نتكلم عن سيس دكراج وسيس دكراج وما الى ذلك. طبعا هذا اللي هو تعريفات الدي ان ودي تروا، ومهم جدا تعرف عن دي دو اللي تجمع هاو المعادلتين دي هم هون يطلع عندك عن دي ان دي دو يساوي دي ان بليس دي تروا، معناها على الفولتاج دو دو يلا يعود يساوي مجموع فولتاج دي ان ودي تروا. صنيجي نركب الامر على بعض كامل ونعود فعلا هامل نفسره لي سي جي يلا نفسره حسب تموقع للالكترود ولديريفاسيون، بمعنى على انك انت قد تبدا من هذا الشيء قالوا للديريفاسيون بريكوارديال اللي هم يخرصوا الكير من البلان اوريزونتال، وتعود تعرف عن في ان وفي دي هذا انتيرير، وما كل ما سبت سبت واللي بعده مش ايش قالوا انتيرير، وهذا في 5 وفي 6 هاو لاترال، وهذو الاخرين اللي هما ا في ال ودي ان هذو ابيكولاترال، وبالنسبه لدي دي ودي تروا ا في اف هذو هما اللي قالوا للبارتين فري هاو مش قالوا للتريتوار فري، كما انكم شايفين هون موضح هون موضح القضيه هون حتى دي دي ودي تروا افيف عنهم شنقالو هما بارتي انفيرير، وهذا شنقالو سبتم وهذا انتيرير وهذا لاترال، مهم جدا تعرف هذه القضيه. لذلك يعني تبدا تفسر لسجه لا بد تقبض تخرص الديزلكترود حسب تموقعهم، ما تقبض دي ان وتقول تخرص وتجي متلب له دي دي، هذا عاد خبطه بالسماء خبطه في التراب، لانه هذا ابيكولاترال وهذا انفيرير، حد لا يقبضهم لا يخرص دي ان مع لا يخرص مع افي لانهم في زر واحد، ودي دي ودي تروا في هذا زر واحد، نفس الشيء اللي يبدا من هون بهذا اللي هون. طبعا ان شاء الله مزين ندور نتكلم عن ذاك التفصيل. لاكس هون انا ماني زايد فيه عليه القضيه بكل سهوله، ملي نرجع للي قالوا شين قالوا ايزنهوفن تراينجل اللي هو مثلث ايزنهوفن، عندنا ا في ال هون قلنا عن ال جوش معناها اللي يعود اكس جوش قايسه هي لا يعود بوزيتيف، واللي عكسهم اللي ا في اف اللي يعود نيجاتيف، وبالمقابل يعود اكس دروا معناها انه لا يعود ماشي عن ليفت اللي هي جوش معناها ان هي لا تعود نيجاتيف تعود هاي بوزيتيف، طبعا تخلط معاهم لانه زرو وهاي افيس تخلط معاها دي تروا لانه زرها، نجي هنا عكس جوش شوف افي البوزيتيف ليفت جوش معناها قايسه هي بوزيتيف وهذه نيجاتيف هذا بوزيتيف الاثنين وهذه افي اف نيجاتيف ودي دي دي تروا بعض دي دي مو مهم في القديم هم لا دي تروا هذا عكس جوش عكس الصورة تماما، يعني يعود شين قالوا AVL نيجاتيف معناه انه ماشي عنه العكس ليعود AVF بوزيتيف وهي يعود بوزيتيف. نضرب عليه مثال هون اللي هو مثلا شو هذا الاثنين هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف معناه انه عكس كوش عكس هون تماما نيجاتيف نيجاتيف وهذا بوزيتيف وهذا شين قال عكس تروات. قضية اخرى تالية ومن الأخطاء الشائعة عمري دائما تخلق لك في شنقالو في الاسي جي عنهم دائما يبادروا لك بين AVL و AVR، هذا اللي يجي على شنقالو لمامبر سوبرير جوش عكسهم على شنقالو مامبر سوبرير دروات، وهذا حد عكسه اللي يخرصها لتريانجل حد بادل هذا المواقع كأنه غير دي آه وعدلوا 180 درجة قلبه تماما،
إذا كليار على الـ ECG أن يعود on pay positive هو نيجاتيف وتعود هذه هو نيجاتيف يعود تماما يعود نيجاتيف وما اللي نفس الشيء يخرج شيء قال له للـ AVF هو AVR يتبادل المواقع ونفس الشيء ما اللي يخرج الـ DD وDD3 يتبادل المواقع معناه عن أنك هنين تشوف بكل سهولة باختصار لين تشوف ECG وتخرص دي أن راوالك on pay negative V وكيارس و T هذا معناه أنه فعلا شخص اللي عدد لك الـ ECG بادل بين AVR و AVL وغير لك الموضوع كامل. وبخلاصة الأمر نقول لكم عن الموضوع كما قلت أنه فعلا في ياسر من التمارين وفي ياسر بعض من تركيز الموضوع والحل الوحيد عنك تعود أنت ولا تعدل الـ ECG وتعود تمرر نفسك عليه والسلام عليكم ورحمة الله.